يسعد اوقاتك. حدا حكى معي؟ الست رنا اخت حضرتك استاذ. شو قالت لك؟ سالتني عنك استاذ. بس؟ بس استاذ. طيب خذي هاي الورقه بعتيلي اياها بالفاكس لشركه المقاولات وخذي الرد مباشره. حاضر استاذ. استاذ 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 انا ما عم درس جغرافيا حبيبتي. حاضر استاذ. كيفك اختي؟ شو اخبارك؟ بعدين بقى لسه مشغول مشغول. هي مرة تانية. ها مع مين عم تحكي؟ اهلين اختي الله معك. الو الو صباح الخير. اهلين. مين هلا ما بتعرف صوتي؟ انا اللي مرتك قلعتني من باب بيتكم. مروه شو بدك؟ ليش عم تتصلي فيني؟ بدي صبح عليك وقول لك انه اليوم عيد الفالنتاين، يعني عيد الحب. شو هذا العيد ما بيهمك؟ انا بشغلي وماني فاضي. اذا بتريدي لا بدقي لي. لا تتضايق مني، بس أنا حبيت سلم عليك وقول لك إني أنا كتير مشتاقة أشوفك. كبري عقلك، ها نحنا مالنا صغار. يعني ممدوح أنا لساتني صغيرة؟ بس أنا كبرت وتزوجت وبحب مرتي وما بدي خونة. وأنا ما بدي شي غير إنه. غير شو؟ إنه بس تسلم علي. ماشي بسلم عليكي، ما في مشكلة، بس بصفتك شو؟ لك أنا جارتك وصديقتك من وقت ما كنا صغار. مروة انت جارتي ورفيقتي ومثل اختي، فهمي بقى انا زلمي متزوج. ايه خلص خلص ما عاد اتصل فيك، هي يعني مثل اخي. مع السلامة. عم تسكر بوشي انا يا ممدوح؟ ماشي. ولساتها بتحبني؟ سافرت على أوروبا وغبت ورجعت ولساتها بتحبني؟ شو عاد؟ لو رحت أنا سكرت مرتي مواجهة؟ لك ذكرتني بعيد الحب؟ إبراهيم! لك يا إبراهيم!